قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأخذ حادث سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد تأخذه على محمل الجد. وتوعد المسؤول الأمريكي إيران برد قاس إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ الميليشيات التابعة لها، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع الهجوم على المصالح الأمريكية. وكان الإعلام الأمني العراقي قد أعلن سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد دون أي إصابات أو خسائر.